الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الدرس 48 من كتاب المقدمة الأجومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد بن داود السناجي رحمه الله تعالى باب المنادى هذا محل ومبحث عشر كي سيديد يا أفرتنات أفرتني سيديدات كتابك المقدمة الأجومية في علم النحو وفي القواعد العربية وألف الشيخ محمد بن داود السناجي رحمه الله تعالى عشر كاس سيديد يا أفرتنات حنوغا بلاوانا باب المنادى منادى باب كيس منادى دور مسألة لغا هلا باب المنادى مركي لجوغو وحالغا هلا تعريف المنادى لغة واصطلاحا قيحيد إلا قيحا منادى محالة اللغة العربية اصطلاحا محوكوي هاي المنادى وحكى الله تعالى حروف النداء أما أدوات النداء تعريف المنادى منادها قي حديث لغة واصطلاحا والله تعالى حروف النداء والله تعالى نداء أما أدوات النداء وإنما حروف النداء حروف النداء أدوات النداء والله مسألة ذاك حكم المنادى مناداه حكم كيس أمثلة ذي إعرابك تعريف المنادى مناداه قي حديث المنادى باب النداء علماء قاربا كم قعابي النداء باب المنادى ولا باب النداء ولا هو المضروب إقباله مطلقا ووحل ضربا إنه كسوا قابل ووحد يريس وحيك الله إنهان هو الطلب مطلقا الطلب أما المطلوب لبضواله المطلوب إقباله مطلقا وحا ضلب يسينه كسوا قابل المطلوب إقباله مطلقا وحا ضلب يسينه كسوا قابل هو المطلوب إقباله ووحا ضلب يسينه كسوا قابل هو المطلوب إقباله مطلقا هو المضروب ومن لا طلب إقباله سوى قابلي ديس مطلقا كالقاس العان أما وحاده هو الطلب إقباله مطلقا إصطلاحا ميا المضروب إقباله بيا أو بإحدى أخواتها حاجة إصطلاحا هو المضروب ومن لا طلب إقباله إنه كسوى قابله بيا حرف كيا لأم البابا أو بإحدى أخواتها ولا عليه المتكمل وهكذا اللي هو المطلوب إقباله بحرف من حروف النداء ومذا ضلب عينه كسواقا بلا حرف حروف النداء كمل يدويرس هو المطلوب إقباله بحرف من حروف النداء كهو تعريف المنادى مناداها قي حديثي واي المنادى لغة الطلب المنادى لغة المطلوب إقباله مطلقا واصطلاحا المضروب إقباله بيا أو بإحدى أخواتها المضروب من الضلباء إقباله سوى قابل ديس بيا ولغو ضلباء أو بإحدى أخواتها أما الضرب وحلو ضلباء بحرف من حروف النداء وتعريف المنادى كاللغة واصطلاحا المنادى مناده وأدوات النداء وعنوها حروف النداء سيدة مشهور كأه وشر ولماذا قال وحكو يردرك لويجرا المشهور سيدة مشهور كواشن يا أو أم البابا قرآن كان كتب يا آدم يا إبراهيم ها يا أم البابا لا يضع وأباب كان نبيه يؤت يا أم الباب يا آدم أسكن أنت وزوجك يا إبراهيم أعرض عن هذا يا موسى إن اصطفيتك على الناس بإله مركا إياذا وحال يا أم الباب ياكو ماشي يا أهيد حياة حياة
هيا هيا زيد زيدو ماشي يا عيد ها ها قدر ها كل زيد هيا زيد ماشي هذا يهمز وبدل هذا ايا زيد ايا بركة وحانا يسنى يا كو هيا او ها ايا او همزة ايا زيد الهمزة وحدها همزة كلية ازيد ازيد زيدو ازيد زيدو يا هيا ايا ازيد ما غير هاي سنة اي زيد همزية يا اي وطول نبي اديك صلى الله عليه وسلم حديث بخاري اي عمي قل لا اله الا الله اديك كوي ابو ضال اي عمي اديرو اي عمي اديرو قل لا اله الا الله ده شانتا مركة ادوات النداء اما حروف النداء ادوات النداء او حروف النداء علماء غاربة وحي قدر وا وا لكن وحي تصيني بها الاسكوير حيا وا للندبة لهان يذو يذو نوا كلمة للتفجع مصيبة مركي جرتي وحيا وا معتاسبة الله معتاسبة ما شان رأى طلاع يو سمالي دقال مركة ساسوكال يا مركة وحي قدر اللبا قارو تضبا يكادقينو وا يا 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 ذي هدى معها يا ذي هدى يا زيد معها وا يا يا للندبة ندبة ونون دال باء تاع جاب ندبتي ندبة وتفجع حنون يا مصيبي يا جي سو حديثك قرما ورأسه ينبي عليه السلام ورأسه الله مضحيو مركا يدو حلو هذيك مصيبه ينكي دباتدي حنونكي وا بالو قوادي بقرك وسو دعوتي وا معتسما الله معتصم بقرك بقر معتصم اللي يجرى حلقي وحوها عباسيين توا مركا وحاك الله مسلمين توا نبها يستغر ياتي يا الله المسلمين الله مسلمين تي الله وحاك الله المسلمين يا الله المسلمين يا الله المسلمين الله مسلمين وحر قلبه ودهجرم وحر قلبه الله قلبي يقول الله ذو يقبت مركا تاسو كالو حالة ندبة مركا تضب عص أي أدوات النداء لكن واو إيادان دنب للندبة للندبة والتفجع مصيبة يحرمك ما تريد ما هي صح المنادى منادية خمسة أنواع مركا هذا وحان قلينا مسألة كلا ومهمة منادى هنا المغرس حقيقة ومفعول به حروف النداء واحد كذا به ومفعول به مركا فعل كيبا اللي اسكحت فيا فاعلك بوسكو دي ادوات النداء انا لك ادوات النداء وحا حروف النداء كدنبي ومفعول به حقيقه لكن ما دام حروف النداء كان منادى لو مقعد طبعا لكن مفعول به هو صادرت يد بو خو دها ومنه مفعول به وحا كمل المنادى وداك واكمت المنادى مناديه خمسه انواع نوع يا لو شنوي المنادى كوي لو دواقاي وي هذا وا دكي لو دواقاي المنادى كوي لو دواقاي خمسه انواع نوع يا لو شنوي المفرد مفرد كي العلم علم كا علم سو وا سو بلتو ما ودي علم معين و خاصه و خي لو دجي و خانه و مشهور مفرد محل يا مات مفرد مركي باب كان لا جوغو في باب المنادى يا باب كي كوري و باب لا مفرد حاله ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وحن مضافا المضاف عن شبيه ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف مفرد كالصدح مربع لقاها لأجنومي غفيرها باو معرفة علامات العرب مفرد محال لو يقان اري ووحو تسايا لو يقان مركا مفرد واسطة نبتا اري وققر مفرد واكلي مركاسي مفرد ووحو أهابا لو يقان واه ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بما ولا من أسماء الخمس أريد المفرد وحو تسايو مفرد كلي أو باب المبتدا والخبر المفرد ولا غيهل قراء خبر والخبر قسمان وكي مفرد وغير مفرد مفرد كان وحالك وذي ما ليس جملة ولا شبيها بالجمل مفرد الصدح أضواك باب الله وباب المنادى الله وضع باب اسكو قبل اسكو مدو حق المفرد وما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ما ليس مضافا وحان مضافا ولا شبيها بالمضاف مضافنا عن شبيه ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف
المفرد مفرد كي العالم يا عالم كون نكرة نكرة دي المقصودة اللوقس نكرة مقصودة فيهم بعض العلماء وقدر معارفته إن معارفته عليه السلام ورحمة الله معارفته أما معرفة واحد لو يقان وما وضع لمعين أجنومي وشنبو كده وذكتي اسم مضمر بو اسم العالم اسم المبهم أو يسوي سلسة وقال اسم إشارة اسم موصول اسم الذي فيه الرجل الغلام الفرس ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعين ما غو شانتاس عمريدي وندم الأجنومي يسوي حكده اللح اسم إشارة اسم موصول كلا تربية وحيري كو اسم مضمر اسم عالم اسم إشارة لمبر اسم موصول لمبر اسم الذي فيه اللمبر ما أضيف ما غير نغنس ليه ولماذا قارب تضوى كده وحي تضوى كده نكيرة مقصودة نكيرة مقصودة معناها هو نكيرة وأحرق ماشي يعني. معروف لكن هو معرف معيت يا رجل ننوبت هل رجل بعينه معرفة أنا محلوية أنا ما وضع لمعين سماه رجل سيدي سواء نكيرة رجل نن لكن يا رجل ننو مرك هذا ننك استميه ما ننو من بعض له يا رجل ننو مرك كاو حيدا علماء قاربة وحكاية معارفة تضب كواكب كنا شرح وكوكين دي والنكرة نكرة ذي المقصودة اللو قصدي والنكرة نكرة ذي غير المقصودة اللو قصدي نكرة ذي نبتاي دويتا وحكاية مثال كقول الأعمى نين إن دولة وحوجي ذا مليا وحوي يا رجلا خذ بيدي نينو ورنينو نينو كانت اقب نينو اركو مجرم وقت نينو اركو مالسو كامرك وانا كيرادي دبت عيد وانا كيراتو نكيرادي غير المقصوده ان لو قصد يا رجلا نينو خذ بيدي كانت اقب والمضاف كلي اضافه يا عبد الله يا رسول الله يا رسول الله يا عبد الله واي والمشبه كله شبه بالمضاف مضاف مشبه بالمضاف محله شبه بالمضاف حاله ما تعلق به شيء من تمام معناه وحاله الى وح معنيه سبب ما يستر كلمه يستايك ما تعلق به شيء المشبه بالمضاف هو ما تعلق وحا كخليل به اسغ شيء شيء من تمام معناه معنيه سبب ما يستر وها معاني سلام ما يستناه صدح مدود إنه مرفوع نقض إنه منصوب نقض إنه مجرور نقض وح ساق كذا بيو ومعانيه سلام ما يستناه وها سمر مرفوع ونقض فاعل وقال مرة منصوب ونقض مفعول به وكذا مرة مجرور ونقض جاري مجرور وكنت تعلق مشابه بالمضاف على ما تعلق به شيء من تمام معناه وها كنت تعلق وح معانيه سلام ما يستناه وما تعلق به شيء من تمام معناه سواء كان مرفوعا محاكما وحذاه سا مرفوع باجر يا حسنا وجهه مدك وجهي سواناكسن يهو حسنا كواناكسن يهو وجهه وجهي وجهه فاعل بك قاتوا حسنا وصفة مشبهة وحكذا من مر منصوب وكان يا ضالع عن مثك كرايو جبل بورت يا ضالع عن كرايو هو يسوي جبل بورت جبل مفعول به كذا يا رحيما بالعباد يا رحيما الله ونحريستو بالعباد يا ضامة طيب المنادى كوي لو دواقه خمسه انواع انه عياله شان هو يا المفرد المفرد يا العالم يا عالمك مفرد عالم انا وحا لغ ودا باب كان مركي لا جو باب المنادى يا باب كوري باب لا لبد باب وحا لغ ودا وا باب لا يا باب المنادى مركي لا جو مفرد وحا لو يقانا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وحان مضافين مضافنا شبيه المفرد المفرد يا العالم يا عالمك يا والنكره النكره دي المقصوده لو قصد يا والنكرة النكرة غير المقصودة يعني لو قصد والمضاف كله إضافي يا والمشبه كله شباب المضاف مضاف فأما المفرد مفرد يا العالم يا عالم كها والنكرة النكرة المقصودة لو قصد فيبنيان وحلو بنين على الضم الجد من غير تنوين تنوين العام
فأما المفرد مفرد كي العلم يعلم كها والنكرة نكرة ذي المقصودة اللوقس دي فيبنى يعني وحلو بنين اللبضة على الضم الجد من غير التوين التوين لعن توين كايل عليها ما شاء علم ضوي مح وين ملاحظين وحاله وحاكفي يعني المفرد ما أنت محله ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ما أنت مثنوه محوية ومفرد مركي هالك نجو جمع مذكر سالم حوية ومفرد ما أنت هالك مركي جمع المؤنث سالم حوية ومفرد جمع تكسير محوية مفرد مركي ماشي يروى فيوبنا يعني على الضم من غير التوين ولا قفي عنابا محافي يعني إنو الله فيوبنا يعني على ما يرفعان به فيوبنا يعني وحالو بنا على ما يرفعان به وحلو قد يجري مثلا محلو قد يجري أريف أريف بالله بنا يا زيدان يا حرف النداء زيدان منادى مبني على الألف في محل النصب إن مبني على الضم مياد هاي سمركة فيومنا يعني على الضم ذو مركة وحيدا قصور ما قصور انقابين سيدي اللي ربي ما وحاكا في عنيد بإنو الله فيومنا يعني على ما يرفعان به ساسا راجع فأما المفرد المفرد كي العالم عالمك والنكرة النكرة ذي المقصودة اللي قصد فيومنا يعني وحالو بنين على ما يرفع عني به وحلو قد يجري ما تنوحون أي فيومنا يعني وحلو بنين على الضم الضم من غير توين توين الآن ولا في عين فيومنا يعني وحلو بنين على ما يرفع عني به وحلو قد يجري هذي مفرد عادي يهين يبنى على الضم يا زيد هذي مثنى يهين يبنى إيه على الألف هذي جمع مذكر سالم يهين على الواو يا زيدون ويموت واد قرأت نحو يا زيد زيد وحويا لمفردك عالم كايسكجرها ويا رجل نينو نكير مقصود وفير ساد العراق يا حرف النداء نائبة منابر الفعل أدعو يا حرف نزيد ذن أدار كيسان أبهان ومفعول به مركي ورا محايا تسان بفان فير مركي ورا وحايا أدعو زيدا أدعو وحان ويالي عنو زيدا أدعو فعل مضارع ما فاعل كي رسو أنا ما زيدنا محين قنيس زيدن مفعول به سماه أدعو وحانو يين عنو زيدن فحذف الفعل والفاعل وأنيب منابهما يا حرف النداء مركز زيدن تناظر كيس أب أهانتي بري وروحي مفعول به مركز يا حرف النداء نائبة مناب الفعل أدعو مناب وميم نون ألف باء مناب مناب أي مكانه يا حرف نداء نائبة مناب الفعل أدعو فعلك أدعو هبا وكيلك يا حرف نداء نائبة مناب الفعل أدعو زيد منادى مبني على الضم في محل النصب إن منادى ومنصوب موت حكمها منصوبات الأسماء وكمل مركب مبني ده زيد منادى مبني على الضم في محل النصب زيد منادى مبني على الضم في محل نصب ويا رجل ويا الواو حرف عطف يا حرف النداء رجل منادى مبني على الضم في محل نصب يا حرف النداء رجل منادى رجل منادى مبني على الضم في محل نصب يا حرف النداء رجل منادى مبني على الضم في محل نصب يا حرف النداء رجل منادى وانا كده مقصود دي يا حرف النداء نائبة مناب الفعل أدعو ما المامستي يا حرف النداء نائبة مناب الفعل أدعو رجل منادى مبني على الضم في محل النصب رجل منادى مبني على الضم في محل النصب والثلاثة صدح ذي الباقية صوهر صدح صوهر أي صدح يوه نكرة غير مقصودكو مضاف مشبه بالمضاف شبه بالمضاف شبيه بالمضاف العلماء قاربوا يعني شبيه مشبه بالمضاف ما شبيه بالمضاف وثلاثة صدح يا الباقية صوار منصوبة على كرلي لا غير غير النصب النصب وحانه جائزا ما وبنانه أوفير ساتر لبضع هور مبني به حسب مجرنس مفرع عالمي نكير مقصود يبنى يعني على ما يرفعانه ومبني صدح صوار ومنصوب وثلاثة صدح ذي الباقية صوهر وذكر غير مقصود هي مضاف هي شبيه بالمضاف
منصوبة ولا نصب إلا غير غير النصب النصب وحانعين جائزا ما وبنار نكير غير مقصود كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي لهد يا رجلا نينو خذ بيديك عن تيدا قبو نينو وحار كمال يا رجلا نينو خذ بيدي يا حرف النداء نائبة مناب الفعل أدعو يا حرف نداء نائبة مناب الفعل أدعو واي رجلا ومنصوب على رأي رجلا منادى منصوب علامة النسي فضعة ظاهرة في آخره وضدي باب المنادى بكتاين المنادى ومنصوبات الأسماء رجلا منادى منصوب وعلامة النسي فضعة ظاهرة في آخره خذوا فعل أمر مبني على السكون لا محله من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت بيدين وجاري مجرور خذك تعلج أيكو قدر أنت بيدي الباء حرف الجر يدي اسم مجرور بالباء علامة جر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها يعني. ويا رجل نينو خذ قبا بيدي قعنتي أياتي صمة وحاصوها ري مضاف يا رسول الله يا حبيب الله انك صومالي ذا قار دادك عامل ذا قار ميشن واقل قار باو حلية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا شافع القيامة كوح قدوانت وحينا يا شافع القيامة باح باح مرك يا رسول الله يا حبيب الله والثلاثة صدح الباقية صوان لمنصوبة من لكرديو لا غير غير النصب كرديو وحانهين جائزا ما بنار نكرة غير مقصود ومثال يا رجلا خذ بيدي مضاف يا عبد الله يا عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله في رد يا حرف النداء نائبة مناب الفعل أدعو يا رسول الله يا حرف النداء نائبة مناب الفعل أدعو رسول منادى رسول منادى منصوب وعلامة النسب فضعة ظاهرة في آخره رسول مضاف الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والمشبه كله شبه بالمضاف مضاف أي ما تعلق به شيء وحال حليل شيء من تمام معناه معنى سر ميستر يا ضالع عن مدك كريو جبل امبورتات يا ضالع عن مدك فوليو جبل يا حرف النداء نائبة مراب الفعل أدعو ضالع عن منادى ضالع عن منادى منصوب وعلامة النسب فضعة ظاهرة في آخر المراد كان والك لكن هؤلاء كلاكوسي ضالع عن اسم فاعل بعد اسم فاعل يعمل عمل فعل يرفع الفاعل وينسب المفعول وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو جبل المفعول به منصوب علامة النسب فضعة ظاهرة في آخر هذا يسوي انتو الروايا ضالعا يا رحيما يا رفيقا كواسو الروا يا حسنا يا حرف نداء حسنا منادى منصوب وعلامة النسب فضعة ظاهرة في آخره حسنا صفة مشبهة يعمل عمل فعله يرفع الفاعل وينسب التشبيه بالمفعول به وجه فاعل حسن مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وجه مضاف له مضاف إليه مبنى على ضم في محل جر يا رفيقا بالعباد يا حرف النداء نائبة مناب الفعل أدعو رفيقا منادى منصوب وعلامة النسب فضعة ظاهرة في آخره بالعباد الباء حرف جر العباد اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق برفيقا ومركا مشبه بالمضاف كوحك هذا عصاد أحمد وح مرفوع وفاعل لما هو قادر وح منصوب ومفعول لما هو قادر وح مجرور شيء الله ربعين وكذب دع صدع يا حسنا وجهه فاعله يا حسنا وجهه وصفة مشبهة ولازم مفعول به ما قادر هذه الأرك وح كذب بيون نصب سن مشبه بالمفعول به ولا مفعول به توصل ما قادر أما اسم يا فاعل سو فاعلنا وقال مفعوله وقال لا مفعوله حتى وقالك فعل كسادول لا مفعول قال تفعل كسو ملحومية مركة مشبه بالمضافة وحاكوت تعلق ما تعلق به شيء من تمام معناه معنيه سلم ما يستراي كو
وهكذا سواء كان مرفوعا فاعل مرفوع قادنا يا حسنا وجهه وسواء كان منصوبا وهكذا منصوب هذا النقد مفعول به ونقرا يا ضالعا جبلا يا ضالعا مثل كرايو جبلا بورت وسواء كان مجرورا يا رفيقا بالعباد والثلاثة صدعية الباغية سؤال منصوبة والله كردي لا غير غير النصب كردي وحناهن جائزا ما وبنان إن شاء الله تعالى جمعة دمو كتاب النور دمان بإذن الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.